ألف ألف مبروك يا كامل بيه. الله يبارك فيك يا أبو اختار. ياه أخيراً. طب قول لي بقى إيه اللي هيحصل دلوقتي؟ وهستلم البيت إمتى؟ لا مش بالسرعة دي. الحكم ده يثبت إن يعني والدك الله يرحمه قبل وفاته ما كانش في قواه العقلية. ويثبت برضو إن الأوراق مع فضل وإخواته مش سليمة. بعد كده تيجي المرحلة التانية في حقية حضرتك في البيت يعني. ده لو فضل ما استأنفش. هو فضل هيستأنف؟ أكيد طبعًا. المحامي بتاعه مش هيسكت. مش هيسلم بالسهولة دي. والاستئناف ده يقلقنا؟ لا لا، دي مجرد إجراءات شكلية يعني كل الناس بتعملها. بس المحكمة لو ما كانتش شايفة إن الموضوع في صالحنا ما كانتش حكمت. أيوة مختار، بس الموضوع كده هيطول، أنا عايزه يخلص بسرعة. ما تقلقش، دي يعني إجراءات، وأول ما تخلص هنخش في المرحلة التانية ونثبت حقية حضرتك في البيت كله اللي كتبه لك والدك من زمان وما سجلوش. آه بمناسبة العقد، أنت وصلت للشاهد التاني اللي كان ماضي على العقد؟ لا للأسف. اه يبقى فتحي عنده حق والراجل مختفي فعلا. بس خلي بالك، فتحي ممكن يكون عارف مكانه ومش عايز يقول. ده تعبان، دورت عليه كتير قوي ملوش اي اثر. بس انا مش عايز ومش هبطل التدوير عليه. يا ريت، هيفرق معانا جدا في القضيه. احنا في مرحله كويسه جدا، وان شاء الله لما يبقى الحكم بات ونهائي نكون وصلنا للشاهد. وحتى لو ما وصلناش، الرئات اللي احنا ماشيين فيها زي الفل، وهنكسب القضية إن شاء الله.